جاء الطلبة، أهلا وسهلا بكم في موضوع القطع الخارجية وكيفية حلها. وعدنا عدة طرق لحل القطعة. الطريقة الأولى فهم القطعة ثم الإجابة على الأسئلة، طبعا هذه الطريقة قليلة يتبعها للطلاب اللي مستواهم عالي. والطريقة الثانية وهي أغلبية الطلاب يستخدموها هي استنتاج الإجابة من خلال كلمات معينة في السؤال، وخلينا نسميها طريقة الكلمة المميزة. الطريقة الثالثة حسب الطريقتين أعلى، يعني يمكن يكون السؤال سهل فالطالب يفهمه ويجاوبه حسب الفهم، يعني الطريقة الأولى. وأحيانا لا، يعني سؤال ما فهمه بسبب وجود كلمات ما يعرف معناها، لأن هي القطعة الخارجية أصلا اعتيادي بها كلمات وهي ما مر عليه، فيتبع الطريقة الثانية هي طريقة الكلمة المميزة. نلاحظ بعض الملاحظات في الإجابة على الأسئلة يجب أن نعرفها قبل أن نستخدم واحدة من هاي الطرق. الملاحظة الأولى هو أدوات السؤال، مثلا what و why و who وغيرها من أدوات السؤال، لازم كل هاي نعرفها احنا وهي مر علينا مناهج سابقة. مثلا what للسؤال عن الأشياء، يعني ماذا معناها، أو واي بمعنى السؤال عن السبب لماذا، وهو من العاقل، يعني الشخص العاقل. يعني من يجينا هذه الأداة نعرف أنه يسأل عن شخص معين فندور على هذا الشخص في القطعة. وأيضا مثلا وير عندنا أيضا سؤال عن مكان، لأن معناها أين، فمن نشوف وير نجي نبحث بالقطعة عن مكان معين. أو مثلا وين، وين معناها متى، ايضا من نشوفه راسا ندور بالقطعة على رقم تاريخ او ساعة، مثلا ساعة كذا او تاريخ كذا عندما نجد كلمة وين. وهكذا بقية الادوات علينا ان نعرف معناها. راح نتعلم المزيد من طرق الاجابة على السؤال عندما نبدأ بحل القطعة الجاية راح نأخذها. لكن قبل هذا ملاحظات سريعة. من هذه الملاحظات عندما نجد في السؤال مثلا did وهو الماضي من الفعل المساعد do، ونجد هنا فعل مساعد أو فعل رئيسي مثل go أو work أو إلى آخره، ثم السؤال، من نشوف did موجودة وفعل go work play إلى آخره، حول هذا شوف نخليه بالماضي، حوله الى مثلا وين، go الماضي مالته وين، تحوله مثلا work احولها الى worked، work احط له ايدي لان هذا فعل قياسي. شنو السبب؟ سبب هو وجود did، اذا عنده وجود did احول فعل الرئيسي الى ماضي، الى من المضارع الى الماضي. وإذا موجودة واز عادة تنزل هي نفسها. خلنا نأخذ هذه القطعة، لاحظ هذه طريقة السؤال، منطوق السؤال، وهذه هي القطعة. هذه القطعة طبعا لنفترض أنه احنا قريناها وما فهمنا بس بضع كلمات، يعني مثلا friend walk together، يمكن بعض الكلمات احنا نفهمها لكن مجمل القطعة احنا ما افتهمناها، ولذلك راح نتبع الطريقة اللي اتبعها أغلب الطلاب وهي طريقة الكلمة المميزة. راح نجي قبل على أسئلة. افترضنا أنه احنا قرأنا قطعة ما فهمنا منها شيء إلا القليل، لأنه أحيانا كلمة واحدة داخل القطعة أو داخل السؤال أو داخل الجملة تخرب علينا فهم الجملة كلها، يعني فاهمين كم كلمة بيها لكنه كلمة واحدة ما سامعين بيها. وعادة القطعة الخارجية تحوي كلمات غير موجودة في المنهج، فالطالب يعني يرتبك ويصعب عليه الإجابة. وهذه هي صعوبة القطعة الخارجية، وجود كلمات لا يعرف معناها الطالب، هو هذا السبب. لذلك راح نتبع الطريقة الثانية هاي اللي قلنا عليها واللي سميناها طريقة الكلمة المميزة واللي هي أغلب الطلبة يتبعوها. ناخذ رأسا السؤال الأول، why did one of the men climb up a tree؟ أول شيء عندنا why، قلنا لماذا، وإذا الإجابة عادة تكون because. هنا عندي يسأل على السبب. شوف الكلمات المميزة بالسؤال، one
وعدنا من وكلايم اب، هاي هم كلمة يمكن لانه جديدة، وتري نبدأ نسوي سكيمينج اللي هو تصفح سريع للقطعة، نجي نمشي عليها بسرعة، نلقي هالكلمات اللي عشرنا عليها، نحاول بالامتحان ايضا نشر عليها ونشوف شنو الكلمات الموجودة. لاحظ هنا كلايم اب يعني تسلق، لنفرض احنا ما نعرف معناها، ونجي وايد اذا يسأل على السبب. السبب هنا انا دائما الحد النقطة، هنا من القي واحدة كلمة مميزة اخذ الحد النقطة من هاي النقطة لهاي النقطة، اذا ندور على السبب هنا. لاحظ هنا one of the، هنا عندنا صفة afraid خائف، فاقول هاي because، لانه قلنا السؤال يبدأ بواي، فاقول because اكتبها he was afraid، and قال one of the men، اقول he was afraid لانه كان خائفا، اكتبها من ناحية was afraid. هذا حلينا السؤال الاول. what was the other man، ايضا عندنا other وعندنا man وعندنا beer، the beer طبعا الدوب، لنفرض احنا ما نعرف معنى beer. came up ايضا عندنا، فاجي ايضا نفس الطريقة، اجي هنا عندنا the beer، لاحظ الحد هاي النقطة. the other ايضا موجودة، the other هياته، اذا اخلي من النقطة للنقطة، يعني بداية الجملة نهاية الجملة نقطة، اي نقطة وراء كتاب يعني بدايتها هذه بداية الجملة، واي نقطة يعني هاي نهاية الجملة، فابدي منها لهنا، فابحث عن الاجابة. what was، ماذا، اذا يسأل عن شيء، انا لقيت other ولقيت the beer، اذا هنا موجود، اقول he laid down on the ground، لاحظ هاي الاجابة يعني اضطجع على الارض. what was he laid down، he laid down on the ground. سؤال ثالث، what did the man do when the beer began sniffing، ايضا كلمة sniffing اجي ادورها هنا، sniff بقى هنا مو مهم، بالايدي وهنا بالماضي وهنا بالـ ing، اذا اجي من النقطة للنقطة، sniff his face but he held his breath، اذا اقول هاي الاجابة. what did، اقول he held his breath، he held his breath، هاي الاجابة. اربع، why didn't the beer kill the man، اذا كلمة kill و the beer again سوية، اذا هنا سؤال عن سبب، ايضا نفس الطريقة، لاحظ هنا thinking that he was dead، كان يعتقد ايضا هاي كلمة the beer، thinking that he was dead، كان يعتقد انه ميت. هنا لاحظ كلمة kill ما موجودة، لكن ايش عندنا، عندنا the beer. هذه من الاسئلة اللي ممكن تربك الطالب فما يجد اجابة، يقول kill ما موجودة هنا، منين اجيبه. هذه فقط هو العيب في هذه الطريقة، انه احيانا يكون السؤال مو مباشر بطريقة معينة، يعني ما يعطيك مباشر بحيث راسا تاخذ من القطعة وتخلي بالجواب، احيانا لا. فهذه من الامور اجي ادور على كلمة موجودة، لكن اجد the beer ان انا لازم يكون الطريقة الاولى هو فهمه ليش ما قتله، انه اعتقد ان الشخص هذا ميت. لاحظ، فانا هذه احد نقاط ضعف في هذه الطريقة. لكن اخر سؤال هو الخامس والاخير، عادة يكون مساعدة للطالب. write a suitable title، suitable title يعني عنوان مناسب for the message، طبعا هي passage، for the passage، اكتب العنوان المناسب للقطعة. فطبعا شلون اعرف العنوان المناسب، هو من كثر تكرار شيء معين، مثلا دبير باع هنا تكررت، هنا تكررت، من اشوف شيء مكرر سواء باع هنا تكررت دبير عدة مرات متكررة، اذا اعرف باعنا، اذا اعرف انه هذه هي الكلمة اللي الحديث عنها، فاكتب العنوان المناسب the beer، الدب.